واحد تقريبا 20 واحد كنا مع بعض، كنا 20 واحد مع بعض، تحركنا مع بعض من منطقة بلطافة لمنطقة كييف، ومن منطقة كييف لليفيف، ومن لفيف خرجنا على الحدود الرومانية مع بعض جروب كامل. وفي كمان جالي أردني لسه ما طلعت، ونتمنى انه يعني جالي السفارات الأردنية تخرجهم من بلطافة بأقرب وقت. طبعا للأجانب، للطالب الأجنبي الأولوية مش إله، بتكون الأولية بتكون للطفل وللإمرأة الأوكرانية. واحنا والله يعني اكون صريح معك، دبرنا حالنا مع هالناس وطلعنا، ولا يعني لو بدنا نستنى دور بنلحقناش دور لست وسبع ايام، وهذا الحال اللي قاعدين الطلاب بتعاني منه. وعلى الحدود من الجانب الاوكراني اعداد كبيره جدا، بتفوق الست وسبع الاف طالب اجنبي على الحدود. الوضع جدا صعب على الحدود، جدا جدا صعب.